خالة شيرين. عندكم عرس؟ ايش وقت؟ طبعا طبعا نجي نشتري ذهب ونجي عيني طبعا. يلا نتشاوف لعد. احنا مستحيل نروح لها العرس والله. وليش يعني؟ لان اولا بابا ما يحب خالة شيرين، وثانيا مستحيل ينطي فلوس حتى تشترين ذهب. باعي بنتي، مهنة المرية تطلب فلوس من رجلها، باعي لأمك وتعلمي شوية من عندها. أبوك من يجي شوفي أنت شلون أطلب فلوس. أهلا نعماني. صفية صارت شاي؟ ما تخدر زين نعماني، أنت أقرأ الجريدة سبعي، بعد شوية راح يصير يا عمود بيتي. نعمان أقول لك شيء، تقدر تنطيني شوية فلوس؟ شو السبب؟ السبب هاي، البنات يرحون الكورس باليه، مو غالي يعني، بالشهر مليون لاثنيناتهم. بلي مليون مليون مو؟ أنا ما لاقي فلوسي بالشارع صفية، خلي يلعبون طوبة، خلي يدبتون، خلي يلعبون بالحديقة، شنو باليه؟ أنت ببيت أبوك كنت تلعبين باليه؟ لا تخربط نعمان، كل صديقاتهم يرحون للباليه، بنات ايش ناقصهم عن بنات العالم؟ لا انت بناتك عندهم زياده مو نقصان، لان ابوهم ما يجيب فلوسك ببلاش، لا يتعب بيهم، تمام؟ يلا انا رايح على المكتب. شو ما تريقت؟ ليش هي يا امي تخلي واحد ياكل مش هي؟ تخلي الواحد تنسد نفسه، انا اروح ازقنا بالمكتب، يلا في مال الله. الله الله. ايش صار ماما؟ قلتي اخذ فلوس من ابوك. بنتي أمك خططها ما تخلص، إذا خطة أليف ما نجحت أطبق خطة باء. ما عليك. خطة باء؟ شنو خطة باء؟ البارحة بالليل أبوش من كان نايم أخذت الكي كارد مالته من الجزدان. راح أروح الصايغ يبيع بالتقسيط ونشتري سيت وندز. دقيقة ليش نعرف الرقم السري مالته؟ شكو أسهل من هاي بنتي، مواليد نعمان. على نيتك انتي. جيبي ليش الشاي صار هسه، قومي جيبيه بسرعة، قومي بسرعة، خلي يكون خفيف. ياي باعي هذول ايش قد حلوين. اي بس ذول كبار اكيد غالين. اي بينون ثقال كلش والله، بس ما نقدر نشتري شي رخيص على مود مكانة عائلتنا. بلكي بيعون ارخص. اي والله يا اختي الذهب صاير نار هسه. اي والله تحكين صدق، نريد نشتري ذهب القرايبنا عندهم عرس، بس خايفين كلش نجي يمه. والله اذا تريدين تتفيكين لازم تشترين شي زين. يعني المره تقول لك انه تريد شي سعره مناسب وانت تقولين شي غالي، احسن شي صورتي رخيصات وما يخجلنهم. اي اوف يلا نشوف اللي جوا. انتو تفهمون بهالشغله، اذا عجبنا شي ناخذ رايكم. طبعا العفو شو اسمك؟ انا صفية مرت نعمان، فرصة سعيدة. احنا هم نريد نشتري، فتعي ويانا على مود ناخذ رأيك. تمام يلا نفوت. الله يساعدك عيني. تفضلوا اهلا وسهلا. هلا بيك. الذهب الابيض هم حلو ترى. بنتي الذهب يصير اصفر، الذهب الابيض من تبيعي تخسرين. اخويا احنا نريد نشوف هاي. شنو كان سوارتي انت صفية؟ ايه سوارتين، ايش قد سعرها هاي؟ اشوفك عيني. حلو. يبدي من 1,200,000 الى 6,000,000. الاسعار طايرة. اريد اسألك سؤال اخويا، هذا مو قريب على النحاس هالذهب؟ هذول معادن وهذا معدن، هاي ليش هالقد غالي؟ ممكن تفهمنا؟ زين تقدرون تبيعون بالتقسيط؟ مع الأسف ما نقدر. الخاتم اللي نريده مو هنا، يلا نشوف غير مكان. احنا نشوف غير مكان ست صفية. صدق؟ ايه اصلا احنا هم راح نروح، ما يسوون تقسيط على بطاقة الكي كارد هنا، نروح لغير مكان السلامة. احنا مع السلامة. الله يلعن، وين العلبة؟ ولك هذول باقوني. الو شرطة، باقوني. شوفوا يا جماعة، شوفوا ايش مكتوب، هالشتاء ابرد شتاء من 10 سنين. يعني كلش بردت.
دقيقة اوقفوا، بالتلفزيون طالع سرقة، خلي أعلي الصوت، خلي نشوف. أعزائي المشاهدين، 4 نساء دخلوا محل لشراء الذهب، وبعد كم دقيقة تم إشغال صاحب المحل وسرقة علبة من الذهب. أي شنو يا معودين، ما تقولوا إيش دا يصير بهذا البلد الخاطر. الله الله ياخذكم بالله العظيم، لكم مو عيب تبوقون تعب العالم، ليش هيك؟ ما تخافون الله أنتو؟ لا، والنسوان شلون يشتغلون بهيج سوالف؟ شو تسوي ليلى، يعني مو كل الناس طبعهم مثلي ومثلك، يعني ايش مدريني مثل منار مثلا صادقين وعندهم اخلاق. الذهب المسروق بقيمة 40 مليون. هذا وتم كشف السارقين من خلال كاميرات المحل. هاي كلها نتيجة التربية الصالحة اخويا، انا اللي بالبيت عندي ربيتهم كل زين، اخلاق، تربية، نظافة، كرامة، هيش انا ربيتهم. هذه صور السارقات. يبو عمو نعمان، هذول مو خالصة فيه وسناء؟ 2 منهم أشغلوا الصايغ، والباقي سرقوا علبة الذهب. شلون هاي ها؟ حج نعمان أهنيك، أنت كل زين مربي نسوان بيتك، على الخير تربيتك جابت فايدة. الله والله أنا راح أموتك اليوم صفية. هالمرة أكيد حيقتلها. سيدي والله احنا مو حرامية. واسف عليك سيدي، انا اعتبر هاي اهانة الي، انت شلون تتوقع احنا حرامية؟ شلون تقبلها؟ قابل انت ما تعرفنا؟ ايس الصفية، بس صوركم طالع بالتسجيل مال كاميرات المراقبة. دقيقة، هذول شلون يصوروني بدون ما ياخذوا الرأي؟ هاي قلة احترام لحياتي الخاصة، شلون يصير هيك؟ اش بيك ماما؟ ذولا دا يقولون انتو حرامية، منتبه لهالشي؟ سيدي باع، احنا ما نعرف هالنسوان ابد، هاي أول مرة نشوفهم من فتنا للمحل. هذا افتراء كبير سيدي، احنا مسالمين وما عدنا هاي السوالف أبد. صفية صفية، اليوم أنا راح أموتك صفية. وليش ضيعت سمعتي أنت بين العالم؟ يقولون مرت حجي نعمان وبنته طلعوا حرامية. سيدي أنت تقبل هذا الشيء؟ ها تقبل؟ باو علي نعمان، ترى إذا ما تهدأ والله ذبك بالسجن، صير آدمي أنت بمركز شرطة عيني. أعتذر كل سيدي، بس طلعت حرامية، هاي 2 من عائلتي يصيرون حرامية، ما أقدر ألزم نفسي، انفجرت. تعالي ولي هنا. يا أنت جد تخربط نعمان، أنت ما تعرفنا؟ إحنا نسوي هيك شيء؟ صدقني إحنا ما سوينا هيك شيء. شوف سيدي ما يكفي بوقون وكذبون همين فوقها، راح أموت ولي صفية. أخذ يا ابني أخذ. عوفني أموتك والله وبالله. حسن ده شوف ايش صار براسي، يلا بالليل نشاوف بالقهوة. جيب السجل للسوابق اللي يريدته سيدي. شوفي زين عيني، تقدرين تتعرفين عن نسوان؟ هذول النساوين سيدي؟ هاي عندها شوارب، عيب عيب، غير تروحي للصالون لأن هالصور راح يخلوها بسجل للأمن، غير ترتبين نفسك شوية، ما يصير هالشكل، غير الوحدة ترتب نفسها على مود الصورة؟ يا الله عوفي الشوارب هسه، احنا راح نروح للسجن وانتي مكلبة بشواربهم، اش دخل هاي بهاي؟ صفية ركزي زين بالصور. تمام سيدي تمام، بس سيدي اذا تصورونا احنا هم لازم اجدد مكياجي وارتب نفسي شوية، لان راح ننزل بهالسجل واني ما اريد تخلي صورتي بالصفحة الاخيرة، ها اريد تخلوني بالصفحة الاولى، ديروا بالكم ترى والله ازعل. هي هاي الله، هاي كانت هناك، احلف لك سيدي. اي 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 هما. وهاي الثانية، أحلف لك سيدي. حسن جهز فرقة بسرعة، خلي يجيبهم ويجون. تأمر سيدي. سيدي ما دام لقينا الحرامية احنا نسترخص، ننتظرك تجي تشرب شاي عندنا. يلا سناء امشي، مع السلامة. دقيقة صفية، ما تقدرون تروحون، لازم نكمل الإجراءات القانونية ونكمل الشغل، بعدين راح نستضيفكم بالسجن. شنو؟